يوم الجمعة بإذن الله طقس ثقيل يبقى يميز كل المناطق الشمالية، أجواء مغشاة على العموم مرفوقة دائما بأمطار رعدية نحو الهضاب العليا، أجواء رعدية أيضا بشمال الصحراء والواحات، درجة الحرارة تبقى مستقرة مقارنة بيوم الخميس. لكن يوم السبت بإذن الله مساحة الأرصاد الجوية ترتقب، ارتفاع من جديد لدرجة حرارة خاصة نحو السواحل الشرقية، طقس ثقيل دائما أمطار رعدية نحو المناطق الداخلية مرفوقة أيضا بهبوب رياح قوية هذه المرة نحو الهضاب الغربية. بالنسبة ليوم الأحد نفس درجة الحرارة مقارنة بيوم السبت، لكن مع تحسن تدريجي في حالة السماء نحو السواحل تبقى تنشط أمطار رعدية نحو شمال المناطق الداخلية أقول ومنطقة الأوراس مرفوقة أيضا بهبوب رياح قوية نحو الهضاب الغربية وكذلك الشرقية، وأجواء مغشاة على العموم من شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب.